السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس من دروس فوتوغرافي فاسيل. في هذا الدرس غادي نجيرو واحد الحاجة اللي مهمة ومهمة جدا، هي ميزور نتاع لي زونغل فيرتيكو وكذلك هوريزونتو. يعني هذا هو العنوان الجميل اللي هو لي زونغل هوريزونتو اي فيرتيكو. غادي نعرفو في هذا الدرس هذا كيفاش ممكن ليا نحسب شحال لونغل ما بين واحد لا ديريكسيون وواحد لا ديريكسيون اخرى. يعني غادي نبداو مثلا بالنسبة لي زونغل هوريزونتو، لي زونغل هوريزونتو، ياك كيفاش ممكن ليا نحسب شحال لونغل لي كتكون ليا ما بين واحد لا ديريكسيون واحد لا ديريكسيون اخرى. مثلا انا عندي لا ستاسيون ديالي اس تي هي هادي، وعندي كنفيزي واحد لو بوان ا وكنفيزي واحد لو بوان بي. بطبيعة الحال انا ملي كنشوف واحد الجهة هكا وكنشوف واحد الجهة هكا كتكون ليا واحد الزاوية، واحد الزاوية هي اللي بغيت نعرف انا شحال القياس ديالها. ياك يعني انا فاش كنجي كندير لاستاسيون ديالي كنفيزي لو بوان الاولى وكنفيزي لو بوان الثانية، كتعطيني واحد لونغل الفا. يعني انا اشنو كنعرف؟ اش غادي ندير؟ غادي ندير ان لونغل الفا هذه هي البوان الاولى باش تجيب. اشنو كنسميها؟ كنسميها ليكتور دوريجين، وهنايا ليكتور ديكستريميتي. يا دوريجين يعني هذه هي الفيزي الاولى اللي درت اسمها دوريجين في الاصل، وهذه ديكستريميتي هي بس سالت. يا يعني اشنو القاعده؟ اشنو كتقول لي انا؟ كتقول لي الا بغيتي هاد الفا خصك دير ليكتور d'extrémité moins lecture d'origine. هادي ساهل. يعني انا مثلا كانت عندي 100 قريتها في ليكتور d'extrémité وقريت 50 في لوريجين. يعني شنو غادي ندير انا؟ غادي ندير الفا كتساوي ليا 100 ناقص 50، وغادي ندير الكالكول ديالي اللي هي 50. وغادي نشوف معايا انا 50 اش. بالنسبة لي زونغل في لا توبوغرافي كيكون عندهم جوج ديال التسميات بالنسبة لوحدة، إما كنلقى جي آر اللي هي كتعني ليا الكراد، أو إلا الكون اللي هي نفسها كتعني ليا الكراد. يعني أنا هنا شنو غادي ندير؟ ألفا كتساوي ليا 50 كراد، يعني هاد لونغل هادي كتسوى ليا 50 غراد. واخا حتى هنا مزيان. انا بغيت نشوف معاك واحد الحاله اخرى. تخيل معايا مثلا لو زيرو، الزيرو جاني الوسط، كنعرفو الزيرو جال لام ممكن يجيني هنا ممكن يجيني هنا ممكن يجيني هنا، كيتبدل ليا على حساب انا كيف ستاسيونيت لابار. ياك مثلا جيت وانا نقرا هنايا خواسي، ياك وانا نجي وانا نقرا هنايا سو، ياك اش غادي تجي؟ غادي تقول لي، غادي تقول لي غادي نطبق هاد القاعدة اللي هي سهلة، ليكتور ديكستريميتي مو ليكتور دوريجين. بطريقة أخرى أنا جيت وأنا ستاسيوني لاباري ديالي وأنا نشوف الشوفة الأولى لهاد الجهة وشفت الشوفة الثانية لهاد الجهة، كندير الشوفة الثانية ولا الشوفة الأولى؟ ياك الشوفة الثانية عندي هي ليكستريميتي، وبالنسبة للشوفة الأولى هي لوريجين. يعني هنايا أشنو غادي ندير؟ غادي ندير ألفا أشنو كتسوى ليا؟ هنا ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين. ياك أشنو هي ليكتور ديكستريميتي؟ هنايا أش قريت فيها؟ قريت فيها 100، ياك قريت فيها 100 موان ديال القاعدة هذا ناقص ديال القاعدة موان أش 300 موان 300 اش بيسوى ليا؟ 100 موان 300 شنو غتجيني؟ موان 200. في لا توبوغرافي ما عنديش شي اونغل سالبه، ما عنديش شي اونغل سالبه. يعني انا كيف غادي ندير؟ اون فوا كتخرج ليا شي اونغل هاكا سالبه كندير الفا بلوس 400 كتعطيني ديك لونغل ديالي. ياك يعني في هذه الحالة هذه شنو غادي ندير؟ غادي ندير ألفا، ألفا بلوس 400، ياك أش غاتعطيني؟
il reste 400 à moins 200. Regardez, il y a 200. Il y a un alpha, je vais soigner, 200. 200 grammes. Il y a un alpha. T'as les mains, le faire. Ou alpha. Un juste, on dirait qu'on sait un mec qui dit 200 grammes. Il dit 400 grammes. Est-ce qu'on va dire que tu es? Je vais dire que tu es. غادي نعطيك واحد الميثود اخرى اللي تسلكها فاش تكون عندك هاد الحاله اشنو غادي تجي انا بديت الفا ولكن جات عندي لا ليكسيون هنايا 300 وجات عندي هنايا لا ليكسيون 200 يعني ديما حنايا كنمشيو في لو سونس اوغير كنمشيو في لو سونس اوغير يعني اتجاه من عقارب الساعه كيدور عقارب الساعه بهذا الشكل ياك يعني انا فاش قلت انا الشوفه الاولى في 300 والشوفه الثانيه في 600 يعني انا راه دزت على الزيرو ولكن ما وقفتش فيه دزت على 300 جيني 320 وغادي دزت على الزيرو توصلت ليا ياك يعني شنو نجي انا هنا بغيت نجي واحد العلاقه غادي يزيدها عند بغيت تجي 400 ياك موان ليكتور دوريجين ياك بلوس ليكسور ديكستريمي هادي من عندي الا تنسات عليك كيفاش جبدها ودزتي من هنا شوف خلي عندك هادي ما غاديش نقراها لك هادي من عندي يعني اشنو غادي تجيب قلنا الفا 400 ها هي 400 فيكس موان 300 ياك موان 300 بلس ليكسور ديكستريميتي هي شحال هي 100 يعني الفا شنو تساوي ليا هنا تساوي ليا 100 بلس 100 دونك الفا كتساوي ليا 200 غرام نفس الحاجه اللي لقيتنا لقيتها قبيله 200 فاش حسبت ليكستريميتي موان لوريجين ياك وزدت عليهم 400 فهمتي دونك هادو هما ثلاث الحالات اللي كاينين اما في لي زونبل اوريزونتو اما ما كنلقاش في الوسط الزيرو وكنحسب عادي كنعطيني قيمة عادي جدا وإما كنلقى الزيرو ديال لام كيجيني في الوسط ديال هاديك لونغول وكنجي إكستريميتي مونولوجيا وكتخرج ليا لونغ سالبة وكنزيدها 400 في حالة نسيت عليك أنك باش تطبق جيك موان جيك بلوس 400 أش كنمشي لها ديال هاد القاعدة هادي ساهلة كنمشي كنجيب 400 موان ليكتور ديال لوريجين اللي هي 300 وكنزيد عليها ليكتور ديال إكستريميتي هانتا باش تشرحها مزيان هانتا شوف هذا هو الزيرو ياك هذا قلنا هو الزيرو انا عندي توصل هنايا وهاجي اما كتصوم الزيرو بحال بحال دونك انا اش كنمشي كندير كنمشي كنقلب على هاجي هي الاولى كنمشي كنقلب على هاجي كتصوم و 300 دونك عندي هنايا 100 غرام ياك ومن الزيرو ل 100 اصلا كاين 100 غرام كنجي la somme binaire donc 100 plus 100 كتعطيني 200 غرام حتى لهنا كنكون تعلمت كيفاش نحسب لونغل هوريزونتال كيفاش نشوف اشنو هو لونغل اللي عندي ما بين جوج ديال لي ديريكسيون اونغل هوريزونتال غنمشي غنتحولو لي زونغل فيرتيكو نفس البرانسيب نفس البرانسيب ما كيتبدل والو شي حاجه الا تبدلات غادي تبان عليك انا تخيل معايا مثلا درت واحد لا ستاسيون عندي مثلا واحد لا كونستركسيون هنا وانا نجي وانا ندير واحد لا فيزي درت واحد لا فيزي في هاد لو بوين درت واحد لا فيزي في هاد لو بوين كيف ما كنعرف الزيرو ديال لي زونغل فيرتيكو ولا سيركل فيرتيكال ديما كيلفو ديما كيشوف في السما الزيرو ديال السيركل فيرتيكال ديما كيشوف في السما يعني انا اشنو قلت لك قبيله على القاعده الفا كتساوي ليا ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين غادي خليها عاد هادي اون فوا دو سمين جبد ليا لونغ ما بين جوج ديال ديريكسيون كتخدم بهادي ياك كتخدم بهادي واخا مزيان انا اشنو درت هنايا درت لونغل الاولى درت البوان الاولى عفوا والبوان الثاني ياك ها كيفاش كتكون هاجي لا فيزي الاولى
وهذه هي الفيزي الثانية واخا انا كنعرف بلي هنا ديما كنزلو دونك هنا شنو كيكون عندي 100 غرام ولتحت ديما فيه 200 غرام وهنا كاينه 300 غرام يا شوف معايا انا نعتبر بلي هاد ليكشور فيها مثلا 60 مثلا 60 ونعتبر بلي هنا مثلا فيه 120 غرام 120 غرام بتبقى انا هذا قاعد سهلة يعني انا اش بغيت ها هي الفا عندي ها هي الفا ها هي الفا شتيها هي ما بين هاد الجوج هكا ما بين البوان الاولى والبوان الثانية هذيك اللونغ اللي كتشكل لي تما هذيك هي الفا علاش كنقلب انا واخا قلت انا 60 يعني اش بغيت تكون عندي هادي هادي هي البوان الاولى اللي شفت اش بغيت تكون عندي ليكسيغ دوغيجين وهذه هي الثانية شفت يعني ليكسيغ ديكستريميتي ليكسيغ ديكستريميتي اش كنمشي كندير كنعوض عندي هنايا 60 عندي هنايا 120 يعني شفت نجيب الفا ليكسيغ ديكستريميتي هي شحال هي 120 هي 120 ليكسيغ دوغيجين هي 60 يعني اش بغيت نمشي بغيت ندير هنا الفا اش كتسوى ليا 120 و 60 يعني هي 60 ما تنساش ليا ليميتي ما تنساش ليا ليميتي اما نكتب جاء واما نكتب الكون كما قلت لك راه بجوجهم كيعنيو نفس الحاجه جاء كتساوي ليا الكون كتساوي ليا غرام اجي هنا حدا باش كنخدم اما كتب ليا 60 غرام واما كتب ليا 60 غون كيعنيو نفس الحاجه ما كاينش الفرق ما تكتبش غرام ما تكتبش غرام كتب اما جي ار واما جي او ان بجوج واخا بالنسبه لهنايا غنعطيو مثال اخر يعني معايا مثلا الا كانت عندي هنايا 40 ولا كانت عندي مثلا نخليوها 28 نخليوها 120 اش هي القاعده كنقولوا الفا اش كتساوي ليا ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوري ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين ياك تطبيق عددي ما كنزيد حتى شي حاجه اللي هي الفا كتساوي ليا ليكتور ديكستريميتي هي 120 موان جي القاعده موان جي القاعده دوريجين شحال فيه 40 يا كنجيب الكالكول ديالي كنجيب الكالكول الفا كتساوي ليا 80 غون او لا غرام بحال 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 فهمتي 80 غرام او لا 80 غون بحال بحال يعني انا شوف عقلي على عقلي على هذا البرانسيب ان ديما السيرك الفيرتيكال كيكون الزيرو ديالو الفوق يعني الا كان الزيرو هنا لو انا كنمشي في هذا لو سونس ديال لي زيغويد مونت يعني الزيرو هنا دونك علاش كتكون عندي 100 علاش كتكون عندي 200 يعني حتى 200 ديما كاينه من شوكه فوق ديما كاينه فوق و 300 ديما عندي في هذا الجهاز يعني لونغ فيرتيكال الا بغيت نحسبها ما بين جوج ديال لي زيليكسيون كنطبق نفس القاعده نفس القاعده بحالها بحال لونغ اوريزونتال هي كنا لونغ اوريزونتال كاين فيها هادوك لي تخيك فهمتي وهنايا كنحسب بشكل عادي ونتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو واستفدتوا بالشكل اللي مرغوب فيه ان شاء الله السلام عليكم مزيان غير بعض